الفنانة الجزائرية سهيلة بلشهب لأول مرة على قناة MBC 5. وقعت نجمة العرب سهيلة بلشهب عقد تقديم فوازير رمضان القادم مع شبكة MBC، وسيتم عرضه على القناة المخصصة للمغرب الكبير. التصوير سيكون في لبنان، هذا ما نشره الكاتب والممثل السوري فادي حسين على ستوري انستغرام، وكتب: فوزير بنت العرب مع النجمة الجزائرية ونجمة ستار أكاديمي سهيلة بلشهب على قناة MBC القادم، انطلقنا دعواتكم. هل ستكون سهيلة بلشهب سعيدة بتعاملها مع أكبر القنوات في العالم العربي، أم أنها ستجد نفس الصعوبات التي قد تؤجل مسيرتها الفنية؟ ومن جهتي أنا أتساءل، هل ستقنع سهيلة بلشهب إدارة قناة MBC 5؟ أنتظر تعليقاتكم وشكراً.